ساعات لما نستذكر الشخصيات اللي انت عملتي معاهم طول تاريخ، نتكلم اليوم الساده حياه الفهد والاستاذ سعاد عبد الله، ونتكلم الاستاذ سعد الفري، ونتكلم الراحل الاستاذ عبد الحسين عبد الرضا وعاش ابراهيم والجيل الجميل وابراهيم الصلال، مجموعه كبيره. صحيح. لما نذكر هذول الاسماء يقول الله يا الزمن الجميل، ليش نذكر هالكلمه؟ هو فعلا كان زمن جميل. نعم. يعني كان في نوع من الصدق. نعم. كان في صدق، كان في حب، كان في ألفة بين الناس اللي تعمل في مجال الفن. لما احنا جينا نشتغل يعني كنا ما كنا ذيك الأعمار اللي هي يعني متعمقة وايد ولا عند هذيك الثقافات العالية، لأن كنا تونا يعني اللي مثلا توا داخل أول ثانوي واللي بياخذ الثانوية العامة، طبعا في اللي أكبر منا سنا، لكن ما كان القصة عن إن إحنا درسنا فن فإحنا جئنا عشان نعمل فن، إحنا حبينا الفن فدخلنا مجال الفن، وكان هذا حب صادق. يعني ذاك الوقت يعني ما كان طبعا في وسائط التواصل الاجتماعي، نعم، الاجتماعية هذه، نعم، الموجودة حاليا، نعم، كان في فقط صحافة ممكن ينشروا لك صورة من خلال الصحف، من خلال بعض المجلات اللي تهتم بالفنانين، ولذلك كان الهدف الأساسي أننا سنعمل بالفن. وكان في هناك أسماء يعني مبهرة بالنسبة لنا، مثلا كان الأستاذ زكي سليمات موجود، الأستاذ حمد رجيب، نعم، كان محرك العملية الفنية اللي يعني بدأت في ذلك الزمن اللي احنا بدأنا فيه. أكيد. فالحقيقة يعني جينا بحماس، نعم، وبحب وبصدق وبإخلاص، ولا كان في موضوع الفلوس موجود يعني، نعم، كانت الأجور بسيطة، لا كانت الأجور بسيطة جدا، بس بالنسبة لنا طبعا لان احنا كنا طلبه، نعم، كانت، نعم، بالنسبه لنا ال50 دينار هذه ثروه، يعني ثروه كبيره طبعا. الفن من اجل الفن، الفن، نعم، من اجل الفن، نعم، فقط يعني، نعم، ما عندنا اهداف اخرى، نعم، والحمد لله ان احنا يعني عملنا هذه البصمه الجميله. اكيد مجهودكم قديما ويعني والحمد لله ما زلنا باذن الله يعني نواصل هذه الابداعات. اكيد.